الأخ أيضا يسأل يقول: أنا من الداخلية وأعمل في ولاية لواء وأظل فيها 9 أيام لحكم العمل، هل لي أن أقصر الصلاة وأجمعها أم أصليها تماما؟ إذا كان مستقرا بحيث انتقل بعائلته فليتم الصلاة، أما إذا كان غير مستقر وقلبه ينزع إلى الرجوع إلى أهله في كل وقت فهو في هذه الحالة يقصر الصلاة، ولكن الأفضل له أن يفرد كل صلاة في وقتها إلا في حالات الحاجة أو حالات الضرورة.